تقوم الحكومة الصينية ومنذ سنوات وسنوات بأبشع الجرائم الإنسانية ضد إخواننا مسلمي الإيغور، بعد أن تعتقلهم في معسكرات للعبيد منتهكين لكل حقوق الإنسان، محاولة القضاء وبشكل نهائي على أي أثر للإسلام. وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تباراً.